بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن السماوات السبع والرقم سبعة. السؤال: هل تعلمون كم مرة في القرآن ارتبط رقم سبعة بالسماوات؟ الجواب: سبع مرات. خلق الله سبع سماوات وكرر ذكرها في القرآن سبع مرات. والدليل على هذا الكلام أول آية، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه السورة، سورة البقرة آية 29. الآية الثانية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. هذه السورة، سورة الإسراء آية 44. أيضا الآية الثالثة: قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذه سورة المؤمنون آية 86. أيضا الآية الرابعة: فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه السورة، سورة فصلت، آية 12. آية والدليل الخامس أيضا، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه سورة الطلاق آية 12. أيضا الدليل السادس، يقول تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، سورة الملك آية 3. أيضا سورة نوح موجودة فيها: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سورة نوح آية 15. هذا دليل أن السماوات ذكرت في القرآن سبع مرات، والله أعلم.